اسم درس: اتدرب على حل المسائل. المسألة الأولى: أولًا، هيأت وكالة عقارية أرضًا تمسح 4.77 هكتار وفق الجدول التالي: قطع الأرض حسب الوظيفة، المساحة بالهكتار، أرض مخصصة لبناء مساكن منفردة، ثلاثة على تسعة المساحة الجملية للأرض، أرض لإقامة مصالح إدارية واجتماعية، واحد على تسعة المساحة الجملية للأرض أرض مخصصة للطرقات والمناطق الخضراء ما تبقى من مساحة الأرض الجملية أرض لإقامة عمارات وحي تجاري أربعة على تسعة المساحة الجملية للأرض قدرت كلفة المتر المربع الواحد مهيئا بأربعين دينارا سلمت الوكالة العقارية للمصالح المختصة الأرض المخصصة لإقامة مصالح إدارية واجتماعية مجانا أحدد قيس المساحة المخصصة للطرقات والمناطق الخضراء الإجابة أولا العدد الكسري الذي يمثل مساحة الطرقات والمناطق الخضراء العدد الكسري الممثل للمساحة الجملية إلا العدد الكسري الممثل لبقية المساحات. (9 على 9 إلا 3 على 9 مع 1 على 9 مع 4 على 9 يساوي 9 على 9 إلا 8 على 9 يساوي 1 على 9). المساحة المخصصة للطرقات والمناطق الخضراء بالهكتار: المساحة الجملية في العدد الكسري الذي يمثل مساحة الطرقات والمناطق الخضراء. 4.77 على 9 يساوي 0.53 هكتار. ثانيًا مساحة الأرض المخصصة لبناء المساكن: المساحة الجملية في العدد الكسري الممثل لمساحة الأرض المخصصة لبناء المساكن: 4.77 في 3 على 9 يساوي 14.31 على 9 يساوي 1.59 هكتار. مساحة الأرض المخصصة للمصالح الإدارية والاجتماعية: المساحة الجملية في العدد الكسري الممثل لمساحة الأرض المخصصة للمصالح الإدارية والاجتماعية: 4.77 على 9 يساوي 0.53 هكتار. مساحة الأرض المخصصة لإقامة عمارات وحي تجاري: المساحة الجملية في العدد الكسري الممثل لمساحة الأرض المخصصة لإقامة عمارات وحي تجاري. أربعة وسبعون في أربعة على تسعة يساوي 2.12 هكتار. مساحة الأرض المخصصة للطرقات والمناطق الخضراء. المساحة الجملية إلا مساحة الأرض المخصصة لبناء المساكن مع مساحة الأرض المخصصة للمصالح الإدارية والاجتماعية مع المساحة المخصصة لإقامة عمارات وحي تجاري. أربعة وسبعون إلا واحد فاصل

واحد على تسعة الإجابة العدد الكسري الذي يمثل هذه المساحة بالنسبة إلى المساحة الجملية للأرض هو واحد على تسعة المسألة الثانية ثانيا في إطار إعداد تصميم منزل رسم بناء مستطيلا قيس بعديه بسنتيمتر ثلاثة واثنان ورسم محوري تناظره ثم رسم مستطيلا ثانيا قيس بعديه بالسنتيمتر 11 و10 بحيث يكون للمستطيلين نفس المركز. عين البناء رؤوس المستطيل الاول ورؤوس المستطيل الثاني معتبرا اياها مواقع اقامه الركائز التي سيقام عليها سقف المنزل. يتطلب بناء الركيزه الواحده 32.500 دينار اجره اليد العامله. تسعة دينار وحدات من الخليط الإسمنتي بحساب 7.200 دينار الوحدة كمية من الحديد تقدر ب 12.500 دينار تمثل كلفة بناء الركائز واحد على ثلاثة إقامة قاعدة المنزل أعيد الرسم الذي أنجزه البناء مع إبراز مواقع الركائز الحاملة للسقف الإجابة أحسب الأبعاد الحقيقية للمستطيلين معتبراً كل واحد سنتيمتر على التصميم يمثل في الواقع 1.2 متر الإجابة الأبعاد الحقيقية للمستطيل الأول

أحسب الكلفة الجملية لقاعدة المنزل وركائزه الإجابة الكلفة الجملية لقاعدة المنزل وركائزه 1866.600 مع 1866.600 في 3 يساوي 7466.400 دينار